نور، رح نروح لفقرتنا اللي دائما بنعرض فيها مواهب وابداعات وافكار ومشاريع مهمه، وبنعرف انه الرسم دائما بيكون على اللوحات وبيكون له صفه ابداعيه وروح فنيه، ولكن ضيوفنا لليوم اختاروا من الرسم طريق تاني ليبلشوا مشروع مختلف كمان بشكل فني وابداعي. اكيد اليوم ضيوفنا فينا نقول عنهم سلمى وسنا، بعمر كتير صغير بلشوا مشروعهم الخاص واستثمروا موهبتهم بطريقه كتير مختلفه، ويمكن تحدوا كل الظروف لانه هن اعمارهم كتير صغيره والظروف كانت قاسيه، فلاقوا فسحه امل خاصه فيهم من خلالها نفذوا مشروعهم الخاص من خلال الرسم والالوان اللي بتزرع البسمه والفرح على وجوه كل الناس. سنة فينا نقول سلمى يسعد صباحكم، واهلا وسهلا فيكم على شاشه الاخباريه. اهلا وسهلا صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا سلمى وسنا حفار. رح بلش معك سلمى وخلينا نحكي اكثر عن المشروع، ايمت بلشتوا وكيف خليني اقول انتقلتوا، لان نحن شايفين مراحل متعدده بالشغل، كيف انتقلتوا بين هاي المراحل؟ اول شيء المشروع بلش ما يعني هو فكرته من زمان، احنا من وقت ما كنا صغار كنا بنحب الالوان بنحب الرسم، وكمان طورنا المشروع بحيث انه ما يكون بس معين بس بالرسم، حبينا نضيف عليه شغلات جديده مثل الرسم على كذا قطعه و حلو. ما حددناه بس بالرسم يعني. هلا اول ما فتوا شفنا كثير اشياء والوان هيك فريحة وكتير حلوة. قبل ما نحكي عن القطع كنت عم اسألكم تحت الهواء قد اعماركم 20 و22، يعني اعمار كتير صغيرة، قد عمره مشروعكم سنة؟ ونشوف يمكن بهالسن الشباب فينا نقول متوجهين لامور اخرى، يعني انتم عاملين مشروع خاص لإلكم عم تستثمروه، عم يكون انتم بنفس الوقت هو معيل أسرة، يعني في مردود مادي لإلكم، قديش مهم هي الجزئية؟ لأنه بنشوف يمكن شباب وصبايا بأعماركم لا ملتهيين بأمور أخرى اليوم. أي تمام، أكيد في دعم مادي يعني من الأهل، بابا وماما يعني الحمد لله، ونحن يعني مثل ما قالت أختي إنه بنحب الرسم من وقت ما كنا صغار. قديش صار عمر مشروعكم قديش تقريبا؟ شيء سنة تقريبا. سنة بس انتوا هاي الموهبة موجودة من زمان؟ موجودة من زمان تمام، نرسم من الصغر يعني ونحب الألوان والقصص، أخذين دروس يعني أستاذ وضاح السيد من زمان كنا صغار، طورناها شوي شوي، صرت أرسم بعدين لوحات و هلا رح نبلش نستعرض نموذج من كل شيء ونحكي عليه، لأنه في شغل كتير وفي تفاصيل كتير تمام. حلوة. يمكن هاي اللوحة هذا الشيء التقليدي اللي متعودين عليه، أي حدا بيكون فنان بالرسم ببلش باللوحات. مين الراسم هاي اللوحة؟ سنة. هاي لوحة سنة، ما بعرف إذا بنقدر ناخدها، واضحة معانا. هلا الحلو سلمى يمكن والجميل انتم عم ترسموا على كل شيء، يعني هلا انا معي شنطة، يعني بتعملوا ديزاين على اي قطعة، على التياب، على الشناتي، على شو كمان بترسموا؟ جواكيت جينز، بنطلونات جينز، بواط، اي شيء، بوكسات، هي كمان السكيت بورد انا رسمتها، اي شيء. هي الشنطايه طلبيه زبونه حبت تعمل لها هيك ديزاين جديد. اي هذا الجاكيت، جاكيتنا كان في عليه مثلا شغله معينه، قام عملنا له مثل ريسايكل يعني اعاده تدوير مشان غطيناها، مثلا عملنا لها حركه جديده. هي للشباب ما بس شايفه مكتوب عليها سلمى من فوق. سلمى انت اللي مشتغلتيها؟ انا مساويتها. هي حبيت هيك الرسمه تكون متضمنه كذا شغله عشوائيه بس بستايل الجديد اللي هو الستايل الجرافيتي، بتضمن شغلات انا بحبها. عم نشوفها قطعة كثير حلوه سلمى. الزبون كيف بيختار القطعه؟ يعني هو بيقول لكم على الرسمه بتتشاركوا او حلو لما نقول اعاده تدوير الاشياء، يعني في قطعه ممكن ما عم يقدر يلبسها خلصت موطة، انتم تضيفوا عليها شو حلو شيء معين وترجعوا وترسموا من اول وجديد عليها، ما هيك؟ ايه تمام. البنطلون الصبيه الزبونه بعثت لي البنطلون وبعثت لي الرسمه اللي هي حابه تضيف عليها ونحن رسمناها سوا. يعني انا فيني اجيب القطعه وانتم تشتغلوا عليها. ايه تمام. سنة من عندك انت اقرب اذا فينا نكمش كمان الرسم على الأحذية. هلا موضة كتير موجودة وبصراحة بيختلف فيها الأذواق والتفاصيل، وخلينا نشوف إذا مبينة معنا على الكاميرا تمام. نحكي عن هذا الشيء، بلشتوا تعملوا أكثر من ديزاين مثل ما بيقولوا؟ إيه تمام، بلشنا يعني
يعني بواط مثلا قديمه او شيء او لها ديفو معين بلشنا نخبيها بالوان معينه هذا، وبعدين طورنا هيك حبينا نسوي ديزاينات مختلفه. المشروع ما بس هو انه نرسم على جواكيت ولا بنطلونات ولا بواط، كمان فعية بس الفعية مشان كاميرتك تقدر تاخدها. كمان ساوينا حبينا نساوي شغلة جديدة بما انه نحن بنحب الالوان، وهيك ساوينا فكرة جديدة انه هي كمان الزبون بينقي الرسمة اللي بده والحجم، ومنساوي له ممكن هي تتعلق ممكن لوحة او سجادة صغيرة تنحط بالغرفة من الصوف او القطن اذا بحب، كمان بالالوان اللي بحبها والحجم. طب خلينا نحكي ردة فعل الناس، يعني اول ما بلشتوا تشتغلوا اول قطعة اشتغلتوها وكان في تفاعل، كيف كانت ردة فعل الناس على هذا الشغل وقديش بيعطيكم يمكن نقول حافز يعني لتكملوا بقوة؟ العالم كثير حبوا الشغل، يعني عملنا صفحة وهيك كثير كان في تفاعل منيح على البوستات والقصص، وحبوا كثير العالم خاصة بالبازار، اشتركنا ببازار الوان سوريا تبع مدام رينا الطبا، والعالم كثير كانت ردة فعلها حلوة، حبوا يعني انه شيء جديد وشافوا الوان جديدة على الطاولة وهيك شغلات، كثير عجبتهم الفكرة، فكرة غريبة يعني جديدة على البلد. صحيح. هلا عم نشوف كثير نحن هذا الشكل من المشاريع الصغيرة اللي عم تنشأ، انه الشباب بيكون عندهم افكار هوايات، بتبلش الهواية مو بس انه انا حاططها بقلب غرفتي بقلب بيتي او صفحتي الخاصة بس المقربين بيعرفوا انا شو عم بشتغل، لا ببلشوا يعملوا صفحة، يعني انتوا بلشتوا المشروع بمواقع التواصل الاجتماعي عملتوا صفحة لكم، شاركتوا بشي معارض ولا لا بس هلا التسويق هو عبر صفحتكم؟ اول شيء بلشنا انه نحن كنا انا ساويت لي كذا قطعه، فحبيت الفكره وكانت رده فعل اهلي ورفقاتي كله دعمني وحب الفكره، فقلت لها لاختي ليش ما نساويها مشروع ونساويها انه يعني مصدر دخل كمان لنا، كونه يعني هي هوايه مو بس شغل. صحيح. ففتحنا المشروع انه رسم على الثياب والاغراض وكمان تصميم سجاد، هي فكره جديده بالبلد يعني ما حدا مساويها. صحيح. بس طيب خلينا نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، قد ايه ساعدتكم يمكن اليوم بتسويق لمشروعكم لتعرف الناس عنكم اكثر؟ اليوم عم نشوف كل الناس عم تتوجه نحو السوشيال ميديا لتعمل مشاريع لتسوق ليكون في تسويق والناس عم تشتري وعم تتفاعل بشكل كثير كبير. تمام. هي السوشيال ميديا كثير إلى دور يعني بهالقصة، هي بلشنا انه ننزل قطع على السوشيال ميديا على الانستغرام والفيسبوك، عملنا صفحات وبلشنا ننزل قطع، حتى يعني ردة فعل العالم كان كثير حلو على حبوا كثير صاروا يعني يوصونا عليها. يمكن الشعور مختلف بالمعرض او بالبازارات بيكون في تفاعل طبعاً مباشر، هون ردة الفعل قديش بتكون مختلفة عليكم؟ كانت بالبازار كانت ردة فعل العالم احلى، انه بتشوف فيها هيك لايف ردة الفعل، وخاصة انه في عالم يعني مو عاملين فولو مثلا على مواقع التواصل شافوا شغلة جديدة على الواقع بلشوا والالوان على الواقع حبوها اكثر انه اكيد. طيب خلينا نقول نحن بعيدا عن هي الهواية شو بتدرسوا او شو بتعملوا بالحياة، وقديش يمكن لنعرف نحن كمان قديش كان في توافق بين هي الناحية وهي الناحية؟ ندرس صيدلة. سنة صيدلانية. اي صيدلة بجامعة دمشق. وانا يعني بدرس كيمياء جامعة دمشق. كيمياء. كيمياء يعني شيء علمي بعيد تمام جدا عن الناحية الفنية. حابين تكملوا بهذا المشروع مع دراستكم؟ هلا وين حابين توصلوا بهذا المشروع؟ بما انه بعده هو مشروع صغير عمره سنة، اكيد في طموحات واحلام حابين تحققوها بالمستقبل. ان شاء الله هلا يكبر المشروع اكثر ويوصل لاماكن اكثر، يصير لنا محل او يعني مكان نعرض فيه القطع بشكل اوضح حتى العالم تجي تشوفها وتاخذ فكره عنها على الواقع اكثر، ويكبر اكثر ونرسم على شغلات جديده وغريبه اكثر ان شاء الله. شغلات جديده للمشروع ان شاء الله. ان شاء الله. نحن كثير مبسوطين انه كنتوا معنا اليوم، نتمنى كمان نكون قدرنا نعرض هالموهبه الحلوه، موفقين بحياتكم العمليه سواء بالصيدله او بالكيمياء، نشوفكم كمان اكيد بمجال مهني قادم موفقين ان شاء الله، ويكبر هالمشروع اكثر واكثر. له اسم قبل ما نختم؟ اسم الصفحه صرعه. صرعه 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 هي اسمها كمان هيك جديد وغريب عشان ينحفز مع العالم اكثر.
اكيد مشان الناس تتابعها. اهلا وسهلا فيكم سناء وسلمى حفار، شكرا كثير لوجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق بمشاريعكم القادمه. انتم صبايا هيك صغار بالعمر بتمثلوا الشباب السوري قديش فعليا عنده مهارات ومواهب وامكانيات ممكن يطورها، واجمل شيء هو يعني تدوير القطع الخماشيه، انه انت فيك ترجعي تستغلي هي القطع وترجعي تلبسيها في ظل الغلاء الموجود اليوم، فهي نقطه كثير مهمه بمشروعكم بتمنى تكملوا فيها بالمستقبل. شكرا كثير لكم. شكرا.